بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين ونجومك الكبار، الكابتن اسامه عرابي نجم مصر ونجم النادي الاهلي، كابتن عادل وكابتن اسامه حسني والكابتن هاني العجزي. طبعا قبل ما نتكلم طبعا بنقول يا رب يوفق النادي الاهلي ونادي الزمالك بتبقى الكره المصريه. بكره النادي الاهلي عنده ماتش الوداد، ويمكن احداث كثيره بالنسبه للوداد. كل الناس مهتمه كابتن ايمن بموضوع الحكم والتحكيم، وده حقيقي فعلا المباراه خارج الملعب، واكيد طبعا محتاجين حكم يكون حكم ليه شخصيه كويسه قوي يدي العداله للفريق، لان اي خطا. احنا قرينا كابتن تقارير النهارده ان تم تعيين حكم زامبي لاداره المباراه. كابتن كل دي التقارير اللي طلعت لحد الان على حد علمي لم يتم التعيين رسمي او يطلع من الكاف ان الحكم هو جاني سيكازوي اللي هو الحكم الزامبي. يعني مفيش اي قرار رسمي، ولكن الكل بيروح لهذا الحكم. حتى التقارير اللي عندنا هنا في مصر وفي المغرب بتقول ان هو ده حكم المباراه. انا بس هقول حاجه مهمه جدا، ان الاتحاد الافريقي كان عامل معسكر كابتن اسامه كابتن ايمن من يوم 11 ليوم 15، تم اختيار 16 حكم ساحه من القاره اللي هم يعتبروا افضل الحكام، و17 حكم مساعد. الكلام ده كان من 11 10 اتعمل المعسكر لتقنيه الفار، اتعمل معسكر محاضرات، اتعمل كمان اختبار وارنر للحكام كلها. تم سفر 5 اطقم على فكره، مش بس جاني سيكازوي، عندنا كمان في اريك اوتوجو بتاع الجابون، ده حكم كبير. عندنا اليوم بتاع الكاميرون موجود هناك، عندنا كمان جان جاك ناداي من الكونغو موجود هناك، وعندنا اللي هو الحكم جاني سيكازوي. 5 حكام موجودين هناك في المغرب. احنا عارفين هناك في مباراتين وفي ماتش بيراميدز في الكونفدراليه. الخمس اوتوم دولت هيبقى في احتمال 3 منهم هيحكموا المباريات اللي هي بطوله ابطال والكونفدراليه. عاوز اقول ان في كمان اريك اوتوكو حكم كبير جدا، في كمان اليوم حكم من الحكام الممتازين جدا من ضمن الخمسه اللي تم اختيارهم. انما رسمي كابتن ايمن لسه يعني لحد دلوقتي مش متاكدين هل هو الحكم ولا لا. طب هل تعيينه سكازوي للمباراه ديت مناسب؟ سكازو عنده مشكله، يعني كان في 2018 كل يعلم ان كان في مباراه الترجي واول اغسطس وحصلت مشاكل تحكيميه كثيره جدا كابتن ايمن، وتم اعتراض من اول اغسطس على الحكم، تحول لجنه انضباط، تم توقيفه لمده تقريبا 4 أو 5 أشهر، وبعدين كان في جلسه استماع للحكم حضرها وبين تم تبرئته من هذه المباراه. ولكن خلينا نقول ان هو حكم ادار نهائي كاس عالم الانديه، ادار نهائي كاس بطوله افريقيا، ادار في بطوله افريقيا نهائي بطوله افريقيا، ولكن عنده بعض المشاكل خاصه على الارض اللي هي الملعب بتاع الفريق. لان هو يمكن احتسب 25 ركله جزاء كابتن اسامه، منهم 23 ركله جزاء بس للهوم تيم اللي هو الملعب، اللي هو صاحب الملعب، صاحب الملعب 23، وركلتين جزاء كانت خارج الملعب. بنقول في حاجه مهمه جدا كابتن ايمن، وهي المباراه مهمه جدا جدا، صح، مش مستحمله خطا تحكيمي من الحكم، صح. وهو يمكن كان من ضمن كمان حكام الفار في مباراه الترجي والوداد اللي حصل فيها مشكله كبيره، مشكلة جدا كبيرة على فكره، صح. وحصل هل التقنيه موجوده هل هي مش موجوده، هو كان موجود على تقنيه الفار في مباراه الوداد والترجي اللي طبعا اتلغت والنادي الترجي خدها وفاز بيها، وقالوا ساعتها ان الفار وقف بفعل فاعل. بالظبط كده، بالظبط كده. انما مش بس يعني لحد دلوقتي هو مش متاكدين قوي رسمي قوي ان هو الحكم. اللي انا عاوزه يعني حاجه مهمه ايضا، اعتقد من وجهه نظري ان هذه المباراه بالذات بتلاقي اهتمام كبير من الاتحاد الافريقي واهتمام كبير من اتحاد الدوري. كويس، مفيش فيه هزار، يعني كل حكم هيخاف على نفسه كابتن ايمن، لان كل الدنيا حاطه عينيها على طاقم التحكيم ده، خاصه الاحداث اللي حصلت في النهائي الموسم اللي فات. صحيح، فاهتمام من الاتحاد الافريقي، اهتمام من رئيس الاتحاد الافريقي، اهتمام من لجنه الحكام بالكامل. ان هي وكمان الحكام النهارده اعتقد من وجهه نظري ما حدش النهارده هيظهر بمستوى قليل، لان الكل عاوز يظهر بمستوى كويس، لان عندنا بعد كده في مباراه تصفيات كاس عالم وفي اختيارات لحكام في كاس العالم. كويس، بس لما نوصل للدور دوت يا كابتن وعندنا حكام مثيرين للجدل، مش المفروض استبعادهم ونحط حكام مميزين في الفتره دي اللي هي من اول سيمي فاينل؟ بالظبط، حضرتك بتتكلم عندنا اليوم
الحكم الكاميروني يمكن حكم هنا في افتتاح بطوله امم افريقيا وحكم النهائي بتاعها. حكم الحكام ممتازين جدا جدا، وعلى فكره هو موجود في المغرب يعني ده من ضمن كان ممكن يبقى متعين في المباراه، يعني ما عندوش مشاكل. كابتن اسامه ما فيش اي مشاكل ليه. اليوم الكاميروني عندنا اريك اوتوجو كابتن ايمن، وانا رقبته رسمي في الصفاقس هناك، حكم كويس جدا جدا، عنده يعني عنده عداله تحكيميه، ما عندوش مشكله في الفريق صاحب الملعب، لا ما بيجاملش. اريك اوتوجو من الحكام الكويسين جدا جدا. كمان عندنا فيكتور جوميز وهو مش موجود للاسف الشديد، للاسف يمكن هم شايلينه لمباراه النهائي او المباراه اللي هي هتبقى في القاهره يعني. كابتن نصر بعزك كابتن ايمن اتفضل. فيكتور جوميز حكم جنوب افريقي، وانا يعني على المستوى الشخصي بشوفه من انزه حكام القاره ومن افضلهم فيكتور جوميز. هل ممكن يحكم للنادي الاهلي في وجود موسيماني ده جنوب افريقي وده مدير فني يعني جنوب افريقي للنادي الاهلي، ولا دي الاتحاد الافريقي ما يعني لا 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 يعني دي الاتحاد الافريقي لا ينظر ليها، لان لو احنا يعني كابتن اسامه لو احنا حسبناها كده هتلاقي في لعيبه كتيره جدا محترفه وحكام مغاربه بتحسب يعني طبعا. احنا عندنا كان وليد ازارو توانسه بتحكم وتوانسه وحكام يعني مثلا رضوان جاي يحكم لنا كتير وعندنا وعندنا التوانسه حكموا لنا. لا الكلام ده الاتحاد الافريقي ما بيبصوش ليه، لان فيكتور زي ما حضرتك قلت حكم من المبتذلين يا كابتن اسامه، ما عندوش حسابات خالص في اي حاجه. مزبوط. بينزل العداله التحكيميه، هو كان يعني كنت اتمنى ان شاء الله، وهو اكيد هيحكم حاجه في ممكن يحكم الفاينل مثلا الفاينل او يحكم الكونفدراليه المباراه اللي جايه. كابتن ناصر سؤال، الخمس اطقم اللي موجوده في المغرب مين فيهم على اخر ايامه في التحكيم؟ لا احنا بنتكلم على سيكازوي، هو 41 سنه لا يعني المرشح انه اخر سنه او اخر سنتين ليه؟ لا مفيش، لا 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 هو كلهم ما بين 41 42 سنه، لسه ما زال قدامهم فتره للتحكيم. لا هي بتسيبش كده برضك ان هنا هكرم اخر واحد في السن حد ما. لا انا مش بتكلم على التكريم، احنا عندنا بملك اتسيمبا لسه ما زال، عندنا جان جاك لسه ما زال، عندنا كمان الحكم اللي هو اريك اوتوجو تقريبا. اريك يمكن اكبرهم في السن كابتن عادل، يمكن اريك تقريبا 44 سنه، يعني هو يمكن اكبر واحد في الحكام اللي موجوده في تونس في المغرب، هو اكبر سنا اريك اوتوجو وحكم كويس زي ما قلت لحضرتك. انا راقبته حكم عنده قراءه وعنده صحه قرارات، يعني في اجابات كتير جدا، ما بينظرش لصاحب الارض، ما عندوش حسابات في التحكيم. لا هو السؤال علشان لما بيجيبوا الحكم اللي هو خلاص فاضل له سنه ولا حاجه ويبطل، ما بيبصش بقى على مستواه ولا مش مستواه زي العرجون فاكر زمان يعني. تمام. لما جه العرجون وهو كان بيخلص خلاص ما عندوش مشكله انه يخطا يعني. بقى انت بتتكلم في جزئيه يعني الراجل خلاص بيفنش يعني وكده. أيوة. وقصده يعني بقى خطا متعمد. هقول لحضرتك حاجه، بالعكس يعني دايما احنا كحكام كابتن عادل كابتن اسامه في نهايه مشوارنا بنحب نخرج من الباب الكبير، يعني الباب الكبير ان احنا نخرج واحنا كتحكيم، لان هو خلي بالك في حاجه مهمه، ده ممكن بعد كده بيبقى مراقب في الحكام، ممكن يبقى في لجنه الحكام الافريقيه، ممكن بيبقى يعني بيشتغل تاني تحكيم، فاعتقد لا الكل ليه حسابات. حاجه تانية عاوز اقولها مهمه جدا، ان الكل مهتم بهذه المباراه، بقول لك كابتن عادل وانا عارف يمكن كمان في المعسكر كله كان بيشدد ان هذه المباراه لابد ان هي تخرج بما تليق بالنادي الاهلي ونادي الوداد، ونتلاشى اخطاء اللي هي مباراه الوداد والترجي اللي حصلت فيها مشاكل كبيره. صح. وانت يمكن حضرتك عارف. صح. انما الكل الحكام مهتمين، اعتقد زي ما قلت حضرتك سواء حتى كمان لو جاني سيكازوي او اريك اوتوجو او اليوم او بملك، اعتقد ان الكل هيبقى يعني متحفز يلعب مباراه كويسه. بس حته الايقاف هل ممكن تاثر عليه في اداره ماتش زي دوت؟ هو خلي بال حضرتك كابتن ايمن، هو توقف فعلا كان ده كان في الموسم اللي فات. مظبوط. كده رجع تاني. مظبوط. يعني هم رجعوه. مظبوط. يعني رجعوه لعب اكتر من مباراه، ولكن هتبقى في باله الحته دي بالذات وانت داخل على سيمي فاينل وماتش برضه للوداد، والوداد السنه اللي فاتت كان هو مسؤول برضه عن تقنيه الفار جوه. بالظبط. ففي قلق برضه. عارف لو انا تسالني يا كابتن ايمن، هو يمكن السؤال انا عندي خمس حكام، واحنا بنقول الكلام دوت للجنه التعيينات، طبعا احنا ما بنقدرش نتدخل في شغلها، ولكن لما بيجيب حكم ما عندوش مشكله مع الاهلي ومع الوداد يبقى افضل. ليه؟ انا مش عايز الحكم ينزل وهو عنده ضغوط نفسيه. كابتن اسامه شايل في فكره ان انا كنت مثلا اخطات هنا او هنا، ولكن لما حكم يكون داخل المباراه ما عندوش اي مشاكل دي، احنا بنشيل من عليه حمل الضغوط اللي هي الاخطاء التحكيميه. انا كنت اتمنى زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا خمسه كمان. في هقول لك حاجه، هناك مصطفى غربال الحكم الجزائري. ايوه. حكم ولا اروع، ومصطفى يمكن انا رقبته، حكم طبعا صاعد واعد هيروح كاس عالم ده، اعتقد لو مصطفى غربال حكم المباراه
ويمكن أدار يمكن العديد من المباريات الكبيرة جدا وفي وسط الجمهور، لم يتأثر أبدا بالجمهور ولا بالفريق، وزي ما قلت لحضرتك كان من ضمن الحكام اللي أنا أتمنى إن هو يدير مباراة في الفترة الجاية. بكرة كابتن، هل الحكام الطقم اللي هيحكم مباراة العودة هنا تم تعيينه ولا لا يا كابتن اسامه؟ ده هم حتى الان يعني لسه بكره لسه مش متاكدين هل هو جانس كازوي ولا مش هو، يعني لحد دلوقتي لسه يعني حتى الميتنج ماتش الاجتماع اللي هو مقابل المباراه هو ما حضرش الاجتماع الفني واللي حضر مراقب المباراه، ما بالك لسه المباراه اللي جايه لسه طبعا التعيين الحكام فيها. وانا يمكن اول مره كابتن ايمن عاوز اقول حاجه مهمه، ان الكاف يأخر تعيين الحكام دي اول مره. يعني حتى لما سالنا ليه هو بيأخر، لان مش عاوزين هم يعلنوا الحكم كابتن اسامه هتحصل اعتراضات من الانديه. خلاص الخمس اطقم، ايوه بس من خمس اطقم واحد والفرقه كلها موجوده يا فندم، من خمس اطقم واحد من خمسه اللي موجودين. انا قلت لحضرتك الخمسه اليوم، قلت لك جان جاك نضاي من الكونغو، قلت لك جانيس كازوي، في اريك اوتوجو، يعني ممكن بس دول يا كابتن للثلاث مباريات بالظبط كده، يعني هم الخمسه رايحين، واحد هيحكم مباراه. طب وجهه نظرك الاهلي مين يا كابتن؟ الاهلي والوداد، الرجاء والزمالك، وماتش بيراميدز، هيبقى ثلاثه من الخمسه. انما انا عايز اقول يعني عدم وجود الجمهور ممكن يبقى بالظبط. لا انا بقول النقطه المهمه كابتن اسامه اللي انا بعول عليها، وانا كحكم ليا خبره، ان مفيش هزار في الماتش دوت، والحكم اللي هينزل يعني من وجهه نظري يبقى يعني هو عاوز ينجح، لان كل الناس مهتميه والضوء كله جاي على التحكيم، لانهم عارفين ان التحكيم هو اساس نجاح المباراه. طب في حاجه في النقطه دي يا كابتن بعد اذنك، معلش، هل الشعور بان فريق اتظلم السنه اللي فاتت ممكن يتعوض السنه دي؟ الكلام ده كل السوشيال ميديا قالته كابتن ايمن على فكره، وقالوا كلام اكتر من كده كمان، ويمكن حضرتك عارف احنا بنقولها بادب شويه الكلام دوت، ولكن اتقال اكتر من هذا الكلام في مباراه الترجي والوداد، ويعني اتقال كلام لرئيس نادي الوداد ان البطوله خلاص، البطوله اللي جايه يبقى لكم حظ فيها. مش عايزين نخش في التفاصيل، ولكن حضرتك بنتكلم كمان في حسابات طبعا، يمكن الاتحاد الافريقي صعب ان هو يجامل، يعني زي ما قلت لحضرتك ان مباراه النادي الاهلي مش قليله، النادي الاهلي قامه كبيره وكيان كبير، وللاهلي طبعا يعني برضك بتخاف منه ككيان كبير، فاعتقد التحكيم هيبقى يعني تحت الضوء، وهيبقى تعليمات جايه مشدده ان الحكم اللي ينزل اعتقد واتمنى ان شاء الله الكلام ده بكره يحصل، ما يبقاش في ضغوط على الحكم، ويؤدي مباراه بحيث ان هي دي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده كابتن ايمن، هي المباراه اللي انا بقول عليها ان هي تكون نجاه، ان خد حقه تحكيميا، والنادي الاهلي ما بيطلبش اكتر من التحكيم، من التحكيم ياخد حقه تحكيم، ويجي هنا ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله يعمل نتيجه ايجابيه. كابتن بيتهيألي كمان تقنيه الفار بقت تحد شويه من الموضوع ده، لانه يمكن زمان لو ما فيش تقنيه فار موضوع ممكن يعدي، لكن دي نقطه مهمه كابتن اسامه، مهمه جدا جدا، اللقطات تفضل تتعاد في تاريخ الحكم. يعني هنا حتى لو الحكم يعني هنقول ان هو ما شافش مثلا، مش هنقول ان هو متعمد، مش حد متعمد، ما شافش، النهارده الفار كمان بيصحح، فهيرجع للفار، فبالتالي هتبقى الاخطاء كابتن اسامه قليله جدا، اللي هي الاخطاء المؤثره في نتائج المباراه هتبقى قليله. كابتن طب بمناسبه الفار، هل المخرج المختص هل ممكن يقدر يلعب في موضوع الفار او يوقف موضوع الفار لو في حاجه معينه ضد مثلا الفريق اللي هو بيلعب على ارضه؟ هل بيبقى حد ممكن يتدخل من بره؟ تقنيه الفار ان هنا في الشركه اللي هي مسؤوله، هي اللي بتطبق التقنيه كابتن ايمن، هي اللي بتبقى متحكمه في التقنيه، مخرج هو بينقل بس المباراه عن طريق الكاميرات اللي موجوده في ميدان اللعب، ولكن الفار مسؤول عنه الشركه اللي هي الشركه اللي هي مسؤوله عن الفار مع الحكام اللي هم تم تعيينهم. هو تم اعتماد تطبيق الفار في مباراه بكره طبعا. طبعا طبعا الفار موجود، وزي ما كابتن اسامه كان بيقول يمكن دي حاجه يمكن هتبقى لصالحنا، ان لو في خطا تحكيمي مؤثر الفار طبعا هيرجع، واكيد طبعا هتبقى الامور لصالح الاهلي. عند حضرتك فكره عن عدد الكاميرات بكره الموجوده لتطبيق الفار؟ لا زي ما قلت لحضرتك احنا يمكن اقل دول الشمال يمكن اقل كاميرات بتبقى من 8 كاميرات ل 10 كاميرات او 6 كاميرات. قلت لحضرتك قبل كده ان في الدوريات اخرى في 18 كاميرا ممكن جنبينا. اتمنى ان شاء الله الكاميرات تكون موجود وتكون بتقنيه عاليه يا كابتن، بحيث ان الصوره تيجي واضحه للحكم، ما يبقاش رايح الحكم شايف لقطه او لقطتين. اتمنى طبعا بكره فوز النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه، نادي الزمالك ايضا مع الرجاء، لكل الانديه المصريه كابتن هو نجاح لينا كلنا ونجاح لمصر في كره القدم.